السلام عليكم خوتي. اليوم عندنا لوغان 1.4 هي 2013 لاني تاعها. حبيت نعطي لكم مشكل، ديما الماء ينقصلو ديما الماء ينقصلو، ما عرفش منين جاني. فيريفيتها لقيت عندها الماء يسيح من هنا الجهه دي تاع لاشان، وكيعود الماء يسيح الجهه تاع لاشان هي عندها غير لا بومبا اول هنايا، ولا الباستيه هذيك اللي راكم تشوفوا جي هنايا تحت لابولي تاع الربراكام وراها، ويجي تاع لوغان تودر لا بومبا تاعها هي اللي تولي تودر الماء. وهدية ايفون نوفو لا بومبا تاعها، باسكو ما يجوش كيف كيف لي طوندور تاع لاشان. هذايا عنده لي ينديكي لا طونسيون تاع طوندور تاع عنده ينديكي لا طونسيون تاعها، لازم هذا يكون هنا. هذا كي نسيريهم بعد لاشان يكون لهنا مقابل هذايا قد قد، او باللي طوال هو نسيروها بعد ما نركبو لا بومبا او طوندور مليح. درك نجيبو لا بومبا او ونركبوها. حبيت نعطي لكم مشكل برك، تعرفوا لا ميزو بوان تاعها وتعرفوا كيفاه تركب نورمالمون. عندي بومبا او تاع سامبول فلاشان تاعي عندي زوز، هادية لوغان راهي لا ميم شوز كيما سامبول، بعد عندها لي ميم بولون تاع دو 8 هادوكا، وكاين واحد عندها لي ميم بولون دو 8 وكاين واحد دو 10 برك، ونحيوها ونبدلوها. هذه معلومة حبيت نعطيها لكم وبارك الله فيكم، وما تنسوناش بدعواتكم ورحمة على الوالدين ويرحم والديكم انتم. بعد شوفوا وين تقعرت لا بومبا او، هاي وين مقعورة على ديك توضر الماء، انا مقعورة هاي هاي قارة من ثم يخرج الماء رشات. جبنا لها واحدة جديدة وماركة ملاحة.